بعيد العمال مشاهدينا حبينا نطرح موضوع أهمية العمل والإنتاج والإنتاجية. ضيفتنا هي الدكتور ميراي شدياء الحاج. أهلا وسهلا فيك دكتور، شرفتينا وينعاد عليكي. وعليك اليوم نهار فرصة لإلك. أيه ولكن رح نحكي عن العمل. أهلا وسهلا فيك. كلنا عاملين، كلنا عمال، في ناس بتشتغل لأنه بتحس أنه عندها حاجة لتكون منتجة، في ناس بتشتغل لأنه عندها حاجة فقط، وفي ناس بيشتغلوا لأنه بحبوا شغلهم، وفي ناس بيشتغلوا لأنه هيدي ظروف الحياة بتفرض عليهم. ليش نحن بنشتغل؟ ليش عندنا هالرغبة أنه نكون منتجين دكتور؟ أول شيء بدي وجه تحية للعامل بعيده اليوم، وتحية تانية للكل اللبنانية بالنسبة لبدء الشهر المريمي. إن شاء الله بينعاد على الكل بالخير والبركة. ليش نحن بنشتغل؟ رح بلش من باري شوارتز بين كتاب تبعه وقت اللي العنوان تبعه Why Do We Work؟ لشو بنشتغل؟ رح بس هيك لخصه شوي للكتاب بثلاث سؤالات. أول شيء ليه بنشتغل؟ لحتى نأمن عيشنا أكيد، كرمال ساتيسفاكسيون بيرسونيل أكيد، بس لأنه كرمال لحتى نأمن مصاري؟ لا، مش على طول، لأنه وقت اللي بدنا نطلع مين بينتج، الكل بينتجوا. حتى الأم يلي ما بيطلع لها من وراها مصاري هي أكبر عامل وأكبر منتج بالمجتمع. يعني مش ضروري يكون في مردود مادي حتى نشعر حالنا منتجين. أكيد لا، لأنه الأم يلي عم بتأمن كل شيء في خدمات من صحية لا طبابة لا اجتماعيات لا تعليم لأولادها، هي في حدا بيدفع لها، اللي هي هيدي من أهم الوظائف، من أهم الوظائف ربنا بيدفع لها صح وبيحمي لها عائلتها صح. ومن هالمنطلق يعني فينا نفوت انه الديانات كلها بتدعي للانتاج. ليش بننتج؟ لان لازم ننتج. بننتج لانه وقت يلي السيد عطى العبد تبعه خمس وزنات ورجع حولها لخمسه ثانيين يعني صاروا عشره، بيقوم بيقول له ادخل فرح سيدك. يعني شوف قديش الشغله عظيمه. بالاسلام كمان بيدعي لاهميه العمل ولقديش مهم العمل بحياه الانسان. فإذا لازم ننتج. ليش بدنا ننتج؟ هلا وقت نكون نحن قاعدين مثلا على المائدة، بدنا نتعشى أو بدنا نتغدى، شو بتحطي على السفرة؟ بس لحتى نختصر اشياء الجو بكامله، شو بنحط على السفره؟ كل شيء بنحطه على السفره الشي حابين ناكله اكيد. يعني معناتها نحن بعثنا له دعوه للطبخ، بعثنا له دعوه للحم، بعثنا له دعوه للمزارع، يعني للتحضير، بعثنا له دعوه للخضرجي. يعني كل هولي قاعدين على المائده ومقدمين لنا كل الاشياء اللي نحن عايزينها. كل هالاختصاصيين كانوا منتجين اكيد اكيد بعمله. يعني مثل ما قال ادم سميث، وهذا السؤال اللي هلا طرحت لك من كتابه بلا ريشيس دي ناسيون، انه شو مين وقت اللي عم تبعتي ورا كل هالعالم؟ يعني معناتها كل حدا بالمجتمع عنده دوره، كل حدا بالمجتمع من وراء المصلحه الذاتيه تبعيته عم بيأمن المصلحه العامه. ليش بنعملهم هولي كلهم؟ كرمال الحاجات تبعولنا. اذا مشينا من البيراميد تبع ماسلوي اللي حطتها هون، كل مره بجيب شيء جديد على الاستوديو. هلا رح نشوف على الشاشه بس نشرحها بتحبوا اكثر للمشاهدين. يعني كتبتها بثلاث لغات، هون الحاجات او الحافز اذا بدك او الدافع اللي بخلينا نشتغل. رح بحطها بالعربي بتبين من هون شوي. اول شيء بدنا نبلش من تحت. هلا في كثير رح يقولوا لي ماسلو عتيق صار قديم، بس معلش بنحكي شوي عن ماسلو لانه رميها بعد شوي اذا ممكن دكتور. ايوه فوالا مش الحال. فوالا اول شيء لكينا في كثير بيقولوا لي انه فينا مش نمشي سلم من الاول للاخر، فينا مش كل المراحل فينا نعملها، بس مش الحال، مش هذا الهدف. هلا الهدف انه نفرجي شو هي الحاجات تبعتنا. منبلش بالحاجات الفيزيولوجيه، يعني نحن منعوز نشتغل لحتى نامن الاكل، لحتى نامن المشرب، لنامن كل هول. بيرجع بعدين حاجات الامان، بعدين الحاجات الاجتماعيه يعني الصداقه والعلاقات الأسرية، بعدين في عنا الحاجات يلي هي حاجة التقدير، تقدير الذات، الثقة والإنجازات، لحتى نوصل بالآخر لتحقيق الذات. تحقيق الذات يعني من بيناتهم الابتكار، حل المشاكل وتقبل الحقائق. طب
الابتكار شو معناتها؟ الابتكار يعني نحن بدنا نجرب نخلق شيء مش موجود، بدنا نكون اكيد. واللبناني مشهور انه هيدا حدا بحب رياده الاعمال، مشهور بالانتربرونوريا، مشهور انه بحب حريته والسياده والاستقلال تبعه. هذه ميزه شعب، ميزه شعب ما فيك تمنعي عنه. فاذا كلنا بنحب نكون خلاقين، كلنا بنحب نكون عم نشتغل كرمال مصلحه المجتمع، كرمال الكل. بدنا نعمل شيء، بدنا نترك اثر ورانا، اثر كثير مهم بنحب انه يضل ونكون نحن فخورين فيه. نعم. طب هلا كيف بدنا نعمل هيدا الاثر ولوين بدنا نوصل؟ بدنا مين يساعدنا؟ علما انه الظروف اوقات كثير بتفرض علينا عمل او وظيفه ما بنحبها، يمكن تامن لنا مردود مادي، ولكن على الصعيد الانتاجيه ما بنحس حالنا عم نعمل شيء. اكيد. وهون بنعيش صراع. اكيد. بس بوحده من مقالاته ستيف جوبز بيقول لك مثلا انه وقت بدك تشتغلي take a job you love and you will never have to work another day in your life. هذه هي. يعني وقت اللي انت بدك تشتغلي، بدك تشتغلي شيء بتحبيه، لانه وقت تكوني بتحبي الشغل اللي عم تعمليه انت ما عم تشتغلي، انت مبسوطه. بقى وقت الواحد يكون مبسوط ويكون ساتيسفايد بالشغل تبعه، البرودكتيفيتي والانتاجيه تبعيته بتزيد. مثلا بجوجل هلا من وراء الانسنتيفز الجديد يلي عطيوني اياهم زادت الانتاجيه 37%، وهذا الشيء مش كل يوم بنشوفه. نعم. بدك تكوني مبسوطه انت عم تشتغلي. اند يو هاف تو شير. هيدي للعاملين بشركه جوجل. بشركه. نعم. جوجل اكيد. هلا كيف بدنا نكون منتجين اكثر؟ شو معناتها انتاجيه؟ الانتاجيه اذا بدنا ناخذها كنسبه هي الانتاج على عدد ساعات العمل. فمشان هيك من هون بدنا نطالب الناس انه تشتغل على شيء. معليش حاطه هون مبادره راح تبين ذا تو دو ليست، ما هيك نوع جديد. شو معناتها تو دو ليست؟ تو دو ليست يعني في كثير حكيوا عنا، في لائحة بالاشياء اللي مفروض نعملها واجباتنا. مزبوط. بس تو دو ليست بالعمل دكتور؟ بكل شيء. نعم. بكل شيء. يعني في عندك تو اوثرز مثلا بومايستر وتيرني، قالوا انه اذا العالم بدها تحط التو دو ليست تبعيتها بتنزلها شي 150 شغله بالنهار يلي بدها جمعتين لتخلص. بتعمل منهم؟ مش معقول ما رح تعمل شيء اذا محظوظين وحده او اثنين. بقى انت وقت اللي بدك تعملي شغل مزبوط بدك تعملي بلان، بدك تعملي بالانس، بدك تعملي توازن. يعني مش غلط التو دو ليست دكتور شجاع، كثير مهم التو دو ليست. مفروض تعمليها، بتحدد الاهداف. ما هي بتحدد لك الاهداف. ما مشان هيك بالويل باور تبع ايمونز وكينج بيقولوا لك انه بتخلصي الشغله بتقولي خلصتيها شيليها حطيها. نعم. على جنب. ضلي كفي لحديت ما تخلصي كل شيء، بعدين فيك ترتاحي. وما تضلك على زيت الشغله على شي ساعتين ثلاثه، قد ما فيك نقصي من الوقت يعني يلي عم تحطيه على الشغله، بتكوني انت انتجتي اكثر. الانتاجيه هي قديش فيك تنجي باقل وقت ممكن. يعني عنصر الوقت اساسي هون، لانه الوقت محدود. اكيد. ما هلا التو دو ليست هي بارت اوف ذا تايم مانجمنت، يعني كيف نحن عم نقدر نظبط الوقت تبعنا وكيف نحن عم نقدر نشتغله. طب بس هلا نحن بلبنان يعني عم نحكي كنا هون عن انه الحريه وعن الاستقلال، يعني نحن من شعب بنحب انه ما يكون عندنا تبعيه. البلد اللي عنده تبعيه يعني هذا بلد مهدد كل الوقت. نعم. جبران قال انه ويل لامه تلبس مما لا تنسج. صحيح. وتاكل مما لا تزرع وتشرب مما لا تعصر. اذا في عندك تبعيه بحيالله دومين اللي كان تبعية، يعني أنت ملزومة بغيرك، ما بقى عندك استقلال، ما بقى عندك حرية. طب ببلد مثل لبنان مش مفروض أنه نخلق خطة إنتاجية، خطة استراتيجية لهالشباب لحتى يضلوا عنا بلبنان؟ اليوم في عنا هجرة للأدمغة للأسف، ومن سنين عم نعاني منها. وحضرتك دكتورة بإدارة الأعمال بالجامعة اللبنانية وعضو بلدية عشقوت وخبرة واسعة بهالمجال، احتكاكك مع التلاميذ، وين رايحين؟ بأي توجه؟ هل في خطة عم تتحضر لنرجع هالأدمغة أو لنستثمر بهالأدمغة حتى يبقوا عنا بلبنان حتى نحن نستفيد منهم؟ مثل ما أني شايفتها في خطط صغار، يعني كل واحد بيعمل بفصل شغلة على على قده. بالبي دي ال اكسلريت مثلا، ليش مش خطة وطنية؟ يعني هلا حديثنا كله بيحكي عن هوية وطنية بالنسبة للإنتاجية والإنتاج والعمل. لهلا ما في، عم اقول لك في عندك اشياء هيك صغار. بي دي ال اكسلريت لهم كذا سنه مثلا، يعني مبادرات على ستارت فرديه. ايه. الفري كونكتد مايندز تبع الام سي اف كمان بتشتغل انه لحتى تقدر تشوف شو فيها تعمل للتلاميذ ولل لليد العامله. بس وين الخطه الشامله؟
ما في خطة شاملة. لبنان ما بيقدر يكون مثل السيليكون فالي؟ أكيد بيقدر، عنده كل الأدوية. في لبنانية موجودة بالسيليكون فالي، عم يبرعوا يعني برا. وقت اللي عم يروحوا اللبنانية عم يبرعوا برا، ليه ما فيهم يبرعوا هون؟ ليه ما منأمن لهم البنى التحتية؟ ليه ما منأمن لهم الاتصالات والمواصلات اللي لازم يكون موجودين؟ المعاشات، المعاشات ما عم بيأدي الريفينيو، ما عم بيأدي الديبانس، يعني على طول في أقل مما هو لازم. خلينا نبقى بها النقطة دكتور شديا، يعني الظروف المادية أو الاقتصادية بتفرض على أشخاص كتار أن يشتغلوا بمجال ما بحبوه، ولكن بحاجة ليأمنوا مردود مادي معين. وياما بنستقبل ببرنامجنا أشخاص بحبوا الفن، بحبوا الرقص، بحبوا مجالات خاصة بالفن، ولكن ما بيقدروا يتابعوها لأنه ما بتقدم مردود مادي، وبيقضوا حياتهم تعيسين نوعا ما بالمجال اللي بيشتغلوا فيه. مزبوط. شو بتقولي لهالأشخاص؟ شو معناتها سوق العمل؟ سوق العمل يعني معناتها في عندك أوفر، في عندك دوماند، في عندك عرض وفي عندك طلب. طب وقت اللي يكون العرض محدود والطلب كمان، يعني ما عم بيقدروا الكل، يعني الواحد اللي الاشياء اللي عباله يعملها ما عم يتامل له ديبوشيه لها. يعني ليه اليوم الاشخاص اللي بيشتغلوا بالمجال اللي بحبوه حسب نصيحه ستيف جوبز؟ اكيد اكيد. عم يشتغلوا ليه اللي عم يشتغلوا بمطرح ما بحبوه؟ بس بذات الوقت بضلهم يلاقوا منفذ، يعني بضل واحد مثلا مثل ست البيت اللي كنا عم نحكي عنها قبل شوي، بتضلها تلاقي طريقه مثلا بتنتسب لشيء اخوي لنقول، اما بتنتسب لشيء بخص الفن خيرية. او لجمعيه خيريه، بتكون حققت الاشياء اللي هي بتحب تعملها من دون ما تكون بالمقابل مثلا انه اهملت البيت. بضل واحد يلاقي متسع من الوقت ليقدر يامن كل شيء. وقت الواحد عم بيقضي كل حياته بالشغل، الا ما يضل نحن بنحضر حالنا 21 سنه on average لحتى نقدر بسوق العمل. نبلش بسوق العمل بقى، الا ما نلاقي، الا ما نضلنا نلاقي ساعه او ساعتين بالنهار لحتى خليها تكون مثل هوايه. رياضه ممكن تكون شو ما كان، هيدي بتفوت بالساتيسفاكسيون بيرسونيل، يعني بالانترنسيك موتيفيشن. نحن مش كل شيء بده يكون مردوده مادي، يلي بيشتغل هي الحاله النفسيه اللي نحن نوضع حالنا فيها. اكيد يعني عم نشتغل بما توفر بلبنان. موتيفيشن اكيد عم نشتغل بما توفر بلبنان بقى، مش كل شيء متوفر، بس عم نجرب نعمل اكثر ما بنقدر لحتى نقدر نوصل لنأمن الاشياء اللي بنحبها. ما تنسي انه بلبنان في عندنا ديون صارت فوق ال 76.4 مليار دولار حسب بيخلق الولد ديون فوق راسه. هي هي يعني بتخلق مديونة من وين مع هيك استقبال لهالدنيا؟ يعني عم يحتفلوا فيك مع ديون، وعم يحتفلوا فيك مع نسبه ديون على الانتاج المحلي فوق ال 200% من 2011 بقى. تستقبلي بهالطريقه كيف بدك تكفي؟ بس لازم الواحد على طول يترك مجال للسلف ساتيسفاكشن يلي بيقدر يجيبها من اشياء بيعملها برات العمل، يمكن اذا العمل ما عم بيوفر له اياها، لحتى يقدر يكون مبسوط ويكفي مثل ما هو بحب. وان شاء الله كل الادمغه اللي عندنا ترجع على لبنان، مش ضروري نضلنا نشوفهم عم بيهاجروا، مش ضروري نضلنا نشوفهم او الموجودين عندنا يبقوا، خوفنا هلا على الموجودين عندنا، ما بتشوفيهم على اولادنا. يعني مثل كانه نحن بس اللي عم نعمله هو انه نصدر ادمغه، منحضرهم بنشتغل عليهم حتى تستفيد منهم العالم، بنعمل عليهم العالم. يعني بنستثمر فيهم، بعد شوي كل العالم بيستفيدوا منهم الا لبنان. ما فينا نكفي هيك. وقد في امهات قلبها محروق بسبب هالموضوع؟ أنا منهم يعني، وعم يطلقوا الصرخه انا وياكي. اكيد اكيد هيك. بلدنا مفروض انه يلاقي خطه لحتى يامن شغل لهالشباب ويترك هالشباب بلبنان. مفروض انه القطاع العام يلي هو اهم شيء هو يكون رائد بهذا المجال ويقدم وما يكون تابع، ونقدر نلاقي الوقت الشغل المناسب والإنتاجية المناسبة لشبابنا، مش يكونوا بس أصوات انتخابية. دكتور مياش شديا الحاج، شكرا لوجودك معنا ولهالمعلومات. ينعاد عليكي، وأهلا وسهلا فيكي. أهلا. واقفي مشاهدينا وام تي في اللايف بكمل، خليكن معنا.